انت عامله حاجات حلوه على فكره كتير جدا، الحمد لله. بتبقى فرصه ان الواحد ساعات يبص كده على نفسه يقول والله الواحد عمل شويه حاجات مش بطال، عارفه كده يعني. يا رب الحمد لله. فمثلا عندك ما اعرفش الترتيب، بس حريم كريم كان حاجه طبعا، سفاره في العماره حاجه طبعًا. مهمه جدا طبعا. كلميني عن سفاره في العماره، ده برضو اكيد السفارة تجربه مميزه في العمارة جدا. انا الحقيقه كنت قابلت مرتين ثلاثه الاستاذ عادل امام عند استاذ عمرو عرفه في المكتب، احنا كنا بنحضر لفيلم ما اتعملش. وبعدين فيصادف انا بقى عند استاذ عمرو في المكتب، الاقي العملاق الاستاذ عادل امام داخل، فانا طبعا انا بخاف منه جدا، بخاف رهبه من بحبه قوي، بس ايه عندي رهبه، هو ليه كاريزما فلازم تروحي عامله كده تكشي، فانا تلاقيه هو يبقى قاعد في اي حته، انا اشوف فين اقعد في اي حته وراه ما يشوفنيش على جنب كده. فالمهم لما كانوا ساعتها بيصوروا عريس من جهه امنيه، وين بقى خلصوا كده وكانوا بيحضروا بقى للفيلم الجديد، وبعدين لقيت تليفون جالي بالليل، استاذ عمرو عرفه بيكلمني، داليا انت معانا في الفيلم مع استاذ عادل بطله في السفاره في العماره. انا طبعا خدي كلمي استاذ عادل. طبعا دي مكالمه بالنسبه لي تاريخيه يعني. كنت عارفه بتهته بقى ومش عارفه ارد وكده، وجالي سكريبت الساعه 2 بالليل، قعدت اقرا، ابتديت اقرا الساعه 2 وما قفلتش غير لما كنت مخلصه. طبعا انا كنت بقهقه بكهكه من الضحك طول ما انا بقرا، لحد بس وصلت لحد المشهد ال61 وما لقيتش، ما ظهرتش يعني، نص الفيلم عدى وانا ما ظهرتش يعني. الفيلم بيبقى افريج 120 مشهد مثلا. فبعدين ابتديت اقلق، قلت انا طالعه كومبارس يعني، الحمد لله ما بقى خلاص مع استاذ عادل امام اطلع فين دوري. بعدين لقيت اول مشهد ان انا بظهر وهو شايلني على كتفه، فقلت لا خلاص كده انا تمام يعني، ان انا اطلع تقديمه يعني بنت لذينه ما حصلتش، تقديمه بالنسبه لي عظيمه يعني.